السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سأعطيكم 20 جملة الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية. لنبدأ بأول جملة: إنه مزعج. كيف أقولها بالفرنسية؟ نعم جيد، أحسنت. سي جينان. Je répète. سي جينان. الجملة التالية: إنه غير محتمل. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم أحسنت. C'est improbable. Je répète. C'est improbable. إنه غير محتمل. C'est improbable. Improbable هي ضد كلمة probable. Probable محتمل. Improbable غير محتمل. العبارة التالية: لا تيأس. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Ne désespère pas. Je répète. Ne désespère pas. لا تيأس. Ne désespère pas. الآن إذا أردت أن أقول أنا متضايق، فكر قليلا. نعم جيد أحسنت. Je suis contrarié. Je répète, je suis contrarié. أنا متضايق. بالنسبة للمؤنث يكفي أن نضيف أ. Je suis contrarié. أنا متضايقة. الآن إذا أردت القول لقد اختفى أو لقد اختفت، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ Il a disparu. Il a disparu. بالنسبة للمؤنث نغير فقط الضمير اللي هو il le pronom ونعوضه ب elle. Elle a disparu. Elle a disparu. لقد اختفت. الآن إذا أردت أن أقول لا تكذب، فكر قليلا. نعم جيد أحسنت. Ne mens pas. Je répète, ne mens pas. لا تكذب. Ne mens pas. Ça c'est le verbe mentir à l'impératif. هذا فعل يكذب مصرف في صيغة الأمر. العبارة التالية: أنا عالق أو أنا عالقة. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ الشخص الذي يكون عالقا في مكان ما. نعم جيد أحسنت. Je suis coincé. Je répète. Je suis coincé. أنا عالق. بالنسبة للمؤنث نضيف أ. Je suis coincé. أنا عالقة. Je suis coincé. الآن إذا أردت أن أقول حان وقت الذهاب، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Il est temps de partir. Je répète. Il est temps de partir. حان وقت الذهاب. Il est temps de partir. الجملة الموالية: دعني أجرب. فكر قليلا. جيد أحسنت. Laisse-moi essayer. Je répète. Laisse-moi essayer. دعني أجرب. Laisse-moi essayer. الآن إذا أردت أن أقول أنا دقيق، يعني الشخص الذي يكون دقيقا في مواعيده، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Je suis minutieux. Je répète. Je suis minutieux. بالنسبة للمؤنث فإننا نقول Je suis minutieuse. أنا دقيقة. Je suis minutieuse. Minutieux هذه الكلمة أتت من كلمة minute يعني دقيقة. يعني أنا دقيق، الشخص الذي يكون دقيقا في مواعيده. Je suis minutieux. أو je suis minutieuse. الآن إذا أردت أن أقول لا أتحدث معه عن حياتك، يعني حياتك الشخصية، كيف أقول هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Je lui parle pas de ta vie. هي في الأساس تكتب Je ne lui parle pas de ta vie، ولكن دائما في الكلام نختصر. Je lui parle pas de ta vie. لا أتحدث معه عن حياتك.
Je lui parle pas de ta vie. العبارة الموالية إنه فظيع. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. C'est affreux. Je répète, c'est affreux. أو يمكن القول أيضا c'est horrible. C'est horrible. إنه فظيع. C'est la même chose. C'est horrible ou c'est affreux. الجملة الموالية لقد تأثرت. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. J'étais tellement ému. Je répète. J'étais tellement ému. J'étais, c'est le verbe être à l'imparfait. هنا لدينا فعل يكون مصرف في الماضي الناقص. J'étais tellement ému. لقد تأثرت. Ému, c'est un adjectif. J'étais tellement ému. الآن إذا أردت أن أقول إنها تثق بي، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Elle me fait confiance. Je répète, elle me fait confiance. إنها تثق بي. Elle me fait confiance. الآن إذا أردت أن أقول سأدعمك دائما، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Je te soutiendrai toujours. Je répète, je te soutiendrai toujours. سأدعمك دائما. Je te soutiendrai toujours. Ça c'est le verbe soutenir au futur. هذا فعل يدعم مصرف في المستقبل. Je te soutiendrai toujours. الآن أصدقائي إذا أردت القول إنه سؤال يزعجني كثيرا أو مثلا إنه سؤال يحرجني كثيرا، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد، هل كانت إجابتك صحيحة؟ C'est une question qui m'embarrasse beaucoup. Je répète, c'est une question qui m'embarrasse beaucoup. إنه سؤال يزعجني كثيرا. C'est une question qui m'embarrasse beaucoup. الآن إذا أردت أن أقول لدي مانع أو لدي عائق، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. J'ai un empêchement. Je répète, j'ai un empêchement. لدي مانع. J'ai un empêchement. هذه العبارة نستعملها كثيرا، مثلا إذا أردت أن أؤجل موعدا، تقال أيضا لتفادي تقديم الأعذار والتفاصيل عن الغياب. مثلا on dit par exemple j'étais absent car j'avais un empêchement. كنت غائبا لأنه لكان لدي مانع. J'ai un empêchement. الآن أصدقائي إذا أردت أن أقول ما تقوله ليس منطقيا، كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Ce que tu dis n'est pas logique. Je répète, ce que tu dis n'est pas logique. ما تقوله ليس منطقيا. Ce que tu dis n'est pas logique. العبارة الموالية تجاهل ما يقوله. نعم أحسنت. Ignore ce qu'il dit. هي تكتب ignore ce qu'il dit، ولكن للاختصار نقول ignore ce qu'il dit. تجاهل ما يقوله. Ignore c'est le verbe ignorer. يتجاهل مصرف في صيغة الأمر أي l'impératif. Ignore ce qu'il dit. والعبارة الأخيرة تقول احتفظ بهدوئك أو احتفظ بدم بارد، كيف أقول هذا بالفرنسية؟ نعم جيد أحسنت. Garde ton sang froid. Je répète, garde ton sang froid. احتفظ بهدوئك هي المعنى أو التفسير الحرفي هي احتفظ بدم بارد، ولكن يمكن القول احتفظ بهدوئك نقولها للشخص الذي يتعصب بسرعة، نقول له garde ton sang froid أي لا تتعصب ابقى هادئا. Garde ton sang froid. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكتبوا لي في التعليق هل كانت إجابتكم صحيحة؟ كم عدد النقاط التي حصلتم عليها؟ فهذا يسعدني كثيرا. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.